رسول الله صلى الله عليه وسلم إرساله محصور في كونه رحمة، وإنما كان ذلك كذلك لأن الذي أرسله سبحانه لما أراد أن يتعرف إلى عباده، وهو الذي له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى وهي كثيرة، اختار ربنا منها صفتين هما اللتان تعرف بهما إلى عباده في أول ما يصادفونه في الكتاب، في كتابه في آخر كلامه كلم به خليقته، عندما يقول ربنا سبحانه وعندما تفتحون القرآن أول ما تقرأه بسم الله الرحمن الرحيم. الصفتان الأوليان اللتان يتعرف ربنا سبحانه بهما إلى عباده هما هاتان الصفتان. فالرحمن الرحيم يرسل يهدي يتحف خلقه برحمة المهداة، هو هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلنا بهذا الدين الذي هو رحمة، الذي هو رحمة في تكاليفه الغريبة العجبة التي يأتيك كأنك عندما تنظر في نصوص القرآن والسنة كأنك تخرج تستنتج يظهر لك أن ربنا سبحانه يريد أن يرحم عباده فيجعلهم وسائل التي توصلهم إلى رحمته وسائل شتى، فمن أخطأ هذه فليخطئ هذه، ومن أخطأ هذه فليخطئ هذه. يروي البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يروي البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقل رب اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قال والملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كأنك إذا أخطأت المغفرة هنا تصيبها هنا. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفر له ما تقدم من ذنبه. من قال أكثر من هذا، يعني عندما يروي البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث الرجل الذي كان يمشي فاشتد به العطش فنزل بئرا فشرب ثم صعد، فإذا أكرمكم الله كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: قد بلغ هذا مثل الذي بلغ به من العطش، فنزل فملأ خفه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. وإذا غفر ربك سبحانه لعبد دخله الجنة لأجل كلب سقي، أرأيتم قط رحمة أوسع من هذه؟ أبعد ذلك يتطلب إنسان مواضع تتجلى له فيها رحمة الله التي قال ربنا عنها رحمتي وسعت كل شيء؟ فمن وجد السبيل لئلا تسعه رحمة الله التي وسعت كل شيء فهو هالك عريق في الهالكين. ورحمتي وسعت كل شيء، وأنت شيء من الأشياء، ولكنك تجد السبيل أن لا تسعك رحمة الله التي وسعت كل شيء. في البخاري ومسلم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن البغي التي كانت في البغي بني إسرائيل. البغي هذه يعني، ورأت كلبا يطيف بركية يكاد يقتله العطش، فخلعت موقعها خفا لها وملأته ماء وسقت به ذلك الكلب فشكر الله لها فغفر لها، غفر لها ما كانت تكسبه بفرجها لأجل سقيا كلب. أليس هذا من الغريب؟ أليس من الغريب هذا الذي يعني هذه أحاديث لو لم تكن تصلنا بالأسانيد الصحيحة كنا نستغلها؟ كيف يرتب هذا الفضل العظيم الذي هو غفران الله على هذه الأمور اليسيرة؟ يروي البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه
الله عنه قال: بينما رجل يمشي وجد غصن شوك فأزاله نحاه فغفر الله له فأدخله الجنة.